طيب هلا بدنا ناخذ مقدمه صغيره عن البايثون عن الار متاسف وانتم لا نطبق فيها اللينير ريجريشن. الار شو هي الار؟ مكتوب هون بروجرامينج لانجويج، هم بيقولوا بروجرامينج لانجويج، انا مسميها سكريبتينج لانجويج، اللي هي عملوها مؤسسه الاحصائيين اللي هو الكمبيوتيشنال ستاتستكس، الحوسبه الاحصائيه يعني، هاي مؤسس اسم مؤسسه عملوا هاي اللغه وسموها ار طبعا بامريكا. فا اتس ا فري سوفت وير انفايرمنت فور ستاتستيكال كومبيوتينج، ومع فيها لايبرز للرسم، ففيها كثير فانكشنز اللي بتقدروا تستعملوها. ها من هون بتقدروا تنزلوها، وإلها ستوديو. ستوديو يعني جاي الكومبايلر تبع اللغة نفسها زائد مع خلينا نقول فيتشرز ثانية يعني فيتشرز. وهاي توتوريال من وين تتعلموها. أنا بدي أعطيكم مثال النورمال إكويجن اللي أخذناها بالأجزاء الثانية في المحاضرة كيف نطبقها. هلأ عنا هون الإكس والإنبوت، الإنبوت فاريابلز اللي هم الإكس، وعندنا واي اللي هي التارجت فاليو. ماشي. طيب هلا شو بدنا نقول له؟ بدنا نقول له واي ايكوال اي اس دوت ماتريكس ريد تيبل من الهارد ديسك كذا، وملوش هيدر، الهيدر تبعته هاي على فكره هاي وين راح الفايل يعني بتحطوا هذا الفايل دوت تكست له هيدر، له هون هيدر لا يعني فولس، وسيبريتد باي كوما معناته انه بفترض انه هون في كوما بين الفاليوز، اذا فيش كوما بتغيروا السيبريتد تاع الفاليوز. بعدين من كله واي نفس الاشي. هلا بنعرف متغير ماتريكس اسمه ثيتاز، متغير ونقول له اول شيء تي اوف اكس اللي هي يعني معناها ترانسبوز اكس، ضرب الضرب بتنكتب بهاي الطريقه، ضرب تاعت الماتريسز، ضرب اكس كلهن بدنا ناخذ الانفرس تبعهن. الانفرس في الار بنسميه سولف، سولف ضرب ترانسبوز تبع اكس ضرب ترانسبوز ضرب واي. بعدين بقول له ثيتاز هاي اللي في الذاكرة اكتب لي اياها على فايل رايت دوت تيبل ثيتاز، بعطيه الاسم المتغير ها، وبقول له خزن لي اياها فايل اسمه ثيتاز دوت تكست، وبديش الها هيدر او بعرفش الرو نيمز فولس، المهم بس ولا شيء ثاني بس خلص. هذا هو برنامج ار بيعمل، بيستخدم اللينير، بيستخدم النورمال اكويجن عشان يعمل لي ريجريشن، اللينير ريجريشن بس، فيش اي شيء ثاني اقول. يعني احنا لازم نحفظ هاي الحركات، هاي الاشارات اللي موجوده؟ لا هاي لا مش لازم، انا ما بدرسش ار هون، انا هاي بس بورجيكم نفس اللينير ريجريشن الا بدنا نحله بار. هاي هيك بنكتب. هلا ار مش جزء من هاي المادة كتدريس، R هذا توتوريال هنا تتعلموا منه R للي بده أكثر، بس إنه كيف أستخدم ال R عشان أعمل linear regression عمليا. هذا السطر هذول كلهم ريد من الفايلات، وهذا رايت على الفايلات، وظل عندي سطر واحد، سطر واحد تعمل لي إيش؟ عمل لكيلي ثيتاز، واخذت ثيتاز وبعدين حطيتهن عندي وين ما بدي استخدمهن اذا بدي اعمل بريدكشن لمعلومات جديده unseen data. يعني بهاي الطريقه انا بعمل التريننج.